بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا ابحث عن نور الله عز وجل وأنا أتنقل بين الطرق الصوفية من حين لآخر لكي أبحث عن نور الباري سبحانه وتعالى فعندما دخلت على الإنترنت وجدت صفحة على يوتيوب تسمى بالطريقة الكركرية فوجدت منها شهادات من مريديها أنهم يرون نور الله عز وجل فأردت أن أخوض هذه التجربة بنفسي فلما قرأت وردها وأخذت البيعة رأيت نور المولى سبحانه وتعالى رأيته عن طريق من, من بعد ما أخذت البيعة رأيت نور الباري سبحانه وتعالى عن طريق سيدي محمد فوز الكركري الحسيب النسيب الشريف العلوي القطب النوراني والهيكل الصمداني سيدي ومولاي محمد فوزي الكركري إذا كنت, إذا كنت تريد رفاعيه زمانك فهذا هو وان كنت تريد بدويه زمانك فهذا هو سيد الشيخ وان كنت تريد شاذليه ونقشبنديه ودسوقيه وجيلانيه زمانك فهذا هو سيدي محمد فوز الكركري رايته في رؤيه ان سيدي احمد البدوي القى علي كتابا وفي اوله وفي اوله ورد لسيد محمد فوز الكركري فهو العبد النوراني الذي إذا مشى تحت ظله اجتاح العبد الظلمات وكان في بحر من نور يتمثل في قول الحق سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح فسيدي محمد فوزي الكركري مثل آيات النور في المريد فعندما يأخذ المريد البيعة يستلم النور كان المشايخ في عهد قديم كان المريدون يقعدون معهم بالسنين لكي يصلوا إلى نقطة من نور الباري سبحانه وتعالى ولكن سيد الشيخ أكرمه الله عز وجل بأنه ختم الزمان وبأنه ختم أهل العرفان وولي هذا الزمان وغوص هذا الزمان وقطب هذا الزمان المؤيد من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في كنفه وخذوا بيعته ترى تروا نور الله عز وجل فهو شيخ جليل عظيم القدر والشأن اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم إني قد بايعت سيدي الشيخ محمد فوز الكركري مبايعة تامة مبايعة تامة بأنه سيدي وهو طريقي إلى الله عز وجل وهو الغوص غوص لهذا الزمن اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم افني رسمنا في رسمه واسمنا في اسمه اللهم اجعلنا شعرة في صدره اللهم اجعلنا تحت نظره اللهم اجعلنا تحت نظره لقول الحق صلى الله لقول الحق سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم فانظروا الى هذا الولي الصالح سيدي محمد فوز الكركري لتقتبس من نوره نور جده صلى الله عليه وسلم والله على ما اقوله شهيد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين